الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب، هي أرباحنا من قناة التليجرام. عنا خبراء متخصصين بدراسة العملة، وضع الأهداف عليها، متابعة كاملة مع المشتركين وحركة السوق. خلونا نشوف البيتكوين على الفريمات الكبيرة وعلى الفريمات الصغيرة لنعرف وين متجه البيتكوين ونعرف حركة العملات البديلة. وإذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، عمول اشتراك وانضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. اشتراكك بيدعمني كتير. شباب، منطقة مهمة وحرجة على فريم الأربع ساعات لعملة البيتكوين، أو للأسف النموذج سلبي، وحاليا نحن داخل هذا المثلث. حاولنا نكسر هذا المثلث إلى الأعلى 3 مرات، لكن للأسف فشلنا. بالغالب بعد 3 مرة إذا ما قدرنا نكسره للأعلى بيصير في كسر إلى الأسفل، بالضبط مثل هذا النموذج. وللأسف القاع المنتظر هو 13,000. لاحظوا شباب، البيتكوين بمنطقة حرجة جدا. صديقي، إذا كنت فاتح صفقات لونج سكرة، وبفضل تبقى على صفقات السبوت. وإذا شفنا هذا المؤشر على فريم اليوم، وبالضبط منشوف الحركة اللي داخل المثلث، القمة المزدوجة. يعني بالمختصر شباب، سلبية، النموذج سلبي 100%. شباب، إذا خسرنا مناطق الدعم من 16500 إلى 16، هيكون هدفنا بالضبط من مناطق 13 إلى 14، بالضبط مثل هذا النموذج اللي تشكل عنا بعام 2018. لمسنا هذا القاع وصعدنا إلى البول ماركت الماضي. فبتوقعاتي تكرار سيناريو 2018. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة، ألف تحية وشكر لك صديقي. إذا كان عجبك المحتوى، لا تنسى تفعل لي زر الجرس وتدعمني بالاشتراك لحتى تأخذ أهم الصفقات الناجحة المدروسة بدقة.